مؤيد شرعت السلطات المحلية في إعادة إسكان المتضررين، حيث شملت العملية اليوم 80 عائلة من المتواجدين بمركز الإيواء. العملية لاقت استحسان المعنيين، خاصة وأنها تمت في ظرف قياسي، فيما تؤكد السلطات المحلية مواصلة العملية لتشمل 400 عائلة مع نهاية شهر نوفمبر. التفاصيل مع ياسين بالخرطوير. رغم حجم مخلفات الفيضانات ورغم الانتظار في مراكز الاستقبال، إلا أن كل شيء أصبح في خبر كان، فالعائلات المتضررة ومن بينها عائلة الصبي العربي عبد النور سترى النور في سكن جديد. نظاف الحمد لله، الخيرات، الديار ثلاثة، الكوزينة، كل خير. كنا البرة صدرونا ربدونا الحمد لله. فرحاني الخير تاع ربي، الله عمرها دولة وعمر ولادها وعمر رجالها وبلادها، وجعل رب العالمين يحفظها من المصائب. العملية التي مست 80 عائلة بإشراف السلطات المحلية للبيض كان شرف البداية فيها لعائلتي الشهيد مصطفى بلكحل وعائلة الشهداء الأربعة، فيما ستمس عملية إعادة إسكان المتبقين خلال أيام. وإحنا ناويين باش نكملوا في تطبيق تعليمات السلطات العليا، عشية الاحتفال بذكرى الثورة المجيدة سنرحل ما يقرب من 150 عائلة، ربما في ظروف أحسن من هذه، وقبل نهاية نوفمبر يمكننا أن نعيد إسكان 400 عائلة كما قررت الدولة ذلك. القطاعات المعنية كانت أيضا واقفة منذ الوهلة الأولى لإنجاح العملية وتوفير الظروف اللازمة. كل الظروف مهيئة من ربط بالشبكات المختلفة، وشفتوا للعائلات دخلت لسكناتها هي فرحانة، ولكن هذا كان مجهود نتاع ما يفوق الأربع أيام خمس أيام. وجدنا كل ما هو ممكن، لأن تجي غدوة إن شاء الله قافلة باش توزع مواد غذائية وتوزع أفرشة على كل عائلة اللي راهي سكنت اليوم.